والنبي ما عارفة أقول إيه لكل الكلام اللي موجود على الصفحة. كتر خيركم بكل ما تعنيه الكلمة، شرف إني أكون جزء منكم، شرف إني أكون بتكلم بلسان البعض منكم، شرف إني أكون الحقيقة بتعتبروني بنت وأم وأخت لناس كتيرة فيكم. كتر خيركم. نبدأ بقى النهاردة بحاجة حصلت النهاردة، حاجة تفرح القلوب. النهاردة الساعة يعني الظهرية كان خروج 82 من القايمة الأولى اللي وعد بيها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الشباب بشرم الشيخ. 82 شاب النهاردة في القايمة الأولى اللي شكلتها لجنة العفو، أو قدمتها يعني لجنة العفو الرئاسي اللي أشرف أني أكون واحدة منها. الحقيقة حاجة تفرح وتبكي لما تلاقي أم بتحضن ابنها، حاجة تقول لك يعني كمل وملكش دعوة بحد ومش مهم في ايه، بس كمان المهم ولادنا ازاي نحضنهم وازاي نحمي مستقبلهم. المهم والحاجة الاهم هنعمل ايه معاهم بعد كده، هنحميهم ازاي، واللي جوه هنعمل معاهم ايه، حتى اللي محكوم عليهم، حتى اللي متهمين بالفعل. القانون يجب ان يسود، صح. انا مع دولة القانون، لست مع دولة الحقيقة تداخل اي اختصاصات. واللي حصل هو جزء من اختصاصات رئيس وفرها الدستور في المادة 155 لما منحوا حق العفو عن اللي حصلوا على أحكام نهائية باتة. منى عيني إيه؟ أشوف كل ولادي مطمنين، أشوف كل ولادي مستقبلهم في إيديهم، واعي وعارفين خطوتهم الجاية إيه. ولكن علينا إن إحنا نبقى مفتحين لولادنا. المسؤولية بالمناسبة مشتركة، مسؤولية بيت ومدرسة وجامع وكنيسة ودولة ومؤسسات متكاملة. المسؤولية مش مسؤولية القضاء أو الداخلية أو الدولة وفقط، نبقى غلطانين لو فهمنا كده. وهتفهموا كلامي لما هنقرأ الرسالة اللي بعد التقرير ده. خلونا نشوف الفيديو الحقيقة النهاردة اللي اتصور بمناسبة خروج أول قائمة من قوائم العفو الرئاسي عن شباب تظاهر وأخذ أحكام. مبروك يا شباب، أتمنى من كل أم وأب يخلوا بالهم من بكرة. أتمنى أنكم تعرفوا أن التغيير مش بس الحقيقة سياسة، التغيير علم ومعرفة وأخلاق وتطوير، وكمان مستقبل تمسك فيه بإيديك وسنانك. بصراحه انا كنت شايف الخبر الصبح، فما يعني كنت بقول لنفسي وانا في العفو ده يعني ما كنتش متوقع بصراحه، بس كان نظره كويسه. يعني انا لو حتى ما كانش اسمي في العفو ده كنت بقول كويس، نظره كويسه لاي حد غيري هيجي دوري، لان انا عارف ان في بشكل جدي المره دي متاخده الامور ان الناس تطلع والناس تكمل مستقبلها بشكل كويس ان شاء الله. وقت ابينا قضيت 3 سنين احيوك بقى من جديد كده. الحمد لله الحمد لله. مبروك ايه بقى؟ والله فرحه، يعتبر 22 سنه بس خلاص ربنا كتب الافراج من عنده. صراحه شايفين الجديه من مؤسسه الرئاسه، فاحنا يعني قلنا ممكن يكون اسمنا ان شاء الله في العفو، وكان يعني الحمد لله. احنا كنا سامعين عن الموضوع ده وحصل بالفعل، وانا صراحه ما كنتش مصدق نفسي ان انا اطلع يعني، بس الحمد لله يعني ربنا اراد ان نطلع والحمد لله. استفدت من الشيخ اللي هو جاي بيتكلم في الدين ده ان ضرر البلد ما ينفعش، وما ينضمش لاي جماعات متطرفه ولا الكلام ده. في شباب كتير نفسه يتاح له فرصه زي دي، الناس كتيره السجون مليانه ناس محتاجه فرصه زي دي انها تخرج، سواء غلط او ما غلطش، سواء هو برضه في الاول والاخر هو مصري ومن حقه انه ياخد فرصه حتى لو كان اخطا. وبنصح اي شاب ان شاء الله يعني ان هو يلتزم
ولن وملوش دعوه باي جماعه متطرفه او كده. انا بشكر الرئيس السيسي على عونه معنا، بقول الف شكر يا ريس، وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. ويبقى الامل ان دول بتوع بكره، يعني هم بس يعني مستقبلهم مهم، مستقبلهم يستاهل ان احنا كلنا نشتغل، مستقبلهم يستاهل اننا كلنا نقول هنعديها ازاي، مستقبلهم يستاهل اننا نسمعهم، مستقبلهم يستاهل ان احنا ندور وراهم ونشوف وننصح ونحمي وناخد في حضننا ونقول ما ينفعش وخلي بالك، وما نزهقش من الكلام وما نزهقش من التوضيح وما نزهقش ان احنا نقول، ما نزهقش ان احنا كمان نسمع منهم. لان الحقيقة اثبت مؤتمر شرم الشيخ للشباب ان هناك فجوة ما بين جيل وجيل بكل نخبته السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية. في جيل فوق وفي جيل من الشباب منفصل، يمكن ما أخدش التعليم اللي يستاهله علشان يعرف يتعلم، يمكن ما أخدش الإعلام اللي يستحقه علشان ينور له عقله، يمكن في أسباب كتيرة. الوقت ده وقت شغل عشان مصر تلملم نفسها صح، طالما أنه لم يخالف قانون بعنف أو إرهاب أو تخريب. ده القانون يتصرف معاه، وبرضه يبقى محتاج برامج تانية. لكن الناس اللي هي زي دول الحقيقة تحياتي ليهم، الحمد لله على السلامة، يا رب بكرة أحسن. وخلوني أقرأ مع حضراتكم بقى الرسالة الأهم اللي النهاردة وإحنا داخلين البرنامج لقيناها، فأصرينا تكون الحقيقة مع حضراتكم، مع احترامي للأستاذ اللي بعتها وحذفنا اسمه حفاظا على سرية الرسالة. الرسالة طيبين زي ما حضراتكم هتشوفوها على الشاشة من أب من دمنهور. الرسالة هقراها مع حضراتكم حالا دلوقتي. الموضوع: ابني محمد معتقل ومتهم على ذمة قضية سياسية هي الانضمام إلى تنظيم داعش، وذلك بعد من خلال اندماجه على الفيس ونشاطه لم يبتعد أن يكون تنفيسا عن ظروف ألمت به بعد فشله في الالتحاق بكلية الطب بعد دخوله كلية علوم جامعة دمنهور، وتم القبض عليه في شهر 4 اللي فات. هو مواليد 97، في شهر 5 واعترف بأنه أخطأ في أبيه اللي كان خطيب في مسجد في دمنهور لمدة 3 سنين، وأخطأ في حق أمه التي تعمل بمجلس دمنهور، وأخطأ في حق نفسه في أنه ضاعت عليه سنة جامعية. وهذه السنة هو الذي كان متفوق في اللغات التجريبية طيلة مراحل التعليم، وأخطأ في حق وطنه الذي كنا نبكي عليه إبان ثورة يناير ونحن في الخارج خوفا عليه. أنا والد لخمسة أولاد، يعني مش عايزة أقول الأسامي، الحقيقة منهم هذا محمد اللي اتقبض عليه لأنه انضم لتنظيم داعش على الفيسبوك. بيقول أنا أخطأت، ده الأب بيقول الحقيقة أنا أخطأت وتركته على الفيس، أريد أن تفعلي أي شيء في سبيل إنقاذ ابني من الضياع وإخواته. نحن ليس لنا أي انتماء إلا مصر، جيشها وشرطتها، اللي كنت خطيب لمدير وكنت ألبي أي ندوة. أنا من عائلة ليس لنا فيها سوى الانتماء لمصر، فأشيري علي ماذا أفعل لإنقاذ أسرة من الضياع. والد المعتقل في سجن الأبعدية بدمنهور. رسالة دي رسالة الحقيقة قبل ما رد عليها، رسالة تحذير قبل ما تكون رسالة شكوى وألم ووجع. رسالة بتقول إحنا سايبين ولادنا على الفيس يعملوا إيه؟ يعني إيه يبقى قاعد على الفيس وأنا مش عارف ابني بيعمل إيه؟ بيكلم مين؟ بيتواصل مع مين؟ بيتصرف إزاي؟ يعني إيه ينضم على داعش على الفيسبوك للتنفيس عن فشله إنه دخل علوم ما دخلش طب؟ فين الأسرة وفين الاحتواء؟ فين التفهيم؟ فين التوضيح؟ فين الدعم؟ إن أحياناً الخطوات ما بتجيش زي ما إحنا عايزين، ويمكن الاختيار ده يكون أحسن، وممكن نطور نفسنا إزاي؟ فين الأب والأم هنا؟ فين الاحتواء؟ فين التوضيح؟ والنبي ما تسيبوش عيالكم. المواقع ديت أنا بالنسبة لي كارثة إنسانية وسياسية. وقبل كده إحنا عرضنا مرتين إزاي بيتم تجنيد الولاد
والشباب الصغير على الانترنت وعلى الفيسبوك وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي. اتوسل اليكم، ولادكم امانه في ايديكم قبل ما تكون الدوله مسؤوله عنهم. ايوه الدوله مسؤوله. والحقيقه الرساله دي بقى مش بس بتقول فين الاب والام، لا، فين وزاره الثقافه يا طيبين؟ فين الفنون؟ فين الحقيقه يعني البرامج اللي نقول انها تحتوي هذا الشباب وبتاخده وبتحطه؟ الرساله دي بتاكد جزئيه تانية، بتاكد الكلام اللي الحقيقه تم يعني مناقشه الرئيس فيه يوم السبت اللي فات في اجتماعنا معاه. هذا الشباب محتاج لكيان سياسي يجمعه يمارس فيه كل طاقته. الحقيقه الاحزاب مش قايمه بدورها، الرئيس مصر على ان الاحزاب يتم تقويتها، لان السياسه الحقيقيه هي فعلا اختلافات في الرؤى، رؤى مختلفه تدي رؤيه متكامله. والاحزاب لازم تقوى، ايوه لازم تقوى، بس لحد ما تقوى لازم الدوله يبقى عندها كيان سياسي. هذا الكيان يحتوي اللي زي محمد، بدل ما يتاخد في اخوان، بدل ما يتاخد في داعش، بدل ما يتاخد في قاعده، بدل ما يتاخد في سلفيين، بدل ما يتاخد في اي حاجه، بدل ما يتاخد في اشتراكيين ثوريين. ما هو ما اسوأ من سكه لسيدي بالمناسبه يعني. المهم ان كلنا المسؤوليه علينا. هذا الاب الفاضل واسرته اقول له كلمه واحده، اعتذر، لان ده قانون يجب ان ياخذ مجراه. محمد اخطا بحجم الخطا، اتمنى ان يكون العقاب، واتمنى ان يكون الاصلاح. وده كمان بياكد ان اللي جوه السجون دلوقتي بيحاكموا او اخذوا احكام محتاجين كلام تاني، محتاجين علوم وفنون وسياسه وتاريخ وانتاج، ايوه، وهكررها تاني وبلا خجل، مش محتاجين سجون بقدر ما هم محتاجين معسكرات تشغيل وتدريب وفنون وكلام ومحادثه وابداع، معسكرات مختلفه عن معنى السجن، علشان ما يخرجوش وهم جواهم مراره ارهاب او مراره الحقيقه تخريب. خلوا بالكم من عيالكم والنبي، العيال دي امانه، وبكرة ومستقبلهم برضو أمانة في إيديكوا أنتوا قبل ما يكون أمانة في إيديهم هم. أما أنت بقى طيب يا صغير يلي لسه عمرك بيتفتح، خلي بالك ما تخليش حد يضحك عليك، خلي وعيك صاحي، علشان مستقبلك أمانة في إيديك، كلمة من أم قبل ما تكون أي حاجة. تحياتي، ونكمل بعد الفاصل.